احنا هنا طبعا وبعد مرور سنين على وفاة الشيخ محمد رفعت، واللي يعني هو من مواليد القاهرة وتحديدا في 9 مايو 82. احنا هنا من مسجد الشيخ فاضل او مسجد فاضل باشا، المسجد اللي يعني كان اشتهر الشيخ محمد رفعت بان هو دايما بيكون متواجد فيه وبيأذن منه. وهندخل بقى معاه يعني جوه هنا بقى في حرم، يعني حرم المسجد، طبعا مسجد عريق جدا. الشيخ محمد رفعت تم تلقيبه بقيصارة السماء، يعني من عذوبة صوته الله يرحمه. هو طبعا اللي يعني كمان عايزين نفكركم ان هو اللي افتتح بس الإذاعة المصرية سنة 1934. الشيخ أبو عاطي من كيافر الشيخ خليفة من القمح، بقالي 8 سنين بقعد الجمعة والسبت والحد وبمشي الاثنين، عامل هنا في المسجد. الشيخ محمد رفعت كان بيقرأ سورة هنا على طول، وكان بحضرتك بيقرأ سورة هنا على طول الجمعة، وكان بيقعد في الصندرة اللي فوق ديت بيحفظ فيها قرآن. بيقولوا والله يفتح عليه راجل عالم وكويس. الشيخ محمد رفعت كان بيقرأ سورة هنا على طول يوم الجمعة، وكان طول النهار بيبقى قاعد هنا ويقعد في الصندرة ويحفظ الناس قرآن وبتاع. بتشكر فيه قوي في أذانه وفي قراءته جدا جدا، هو من المغربين وكان قاعد في منشيه السادات. في ساعه تاني واحد تبع الشيخ جايبه بيأذن هنا على طول. الدكه بتاعت الشيخ محمد رفعت كان بيقرا فيها صور على طول يوم الجمعه. الناس بتتصف في المعلومه قوي، ما عادش كتاب خالص، ما فيش معناها دي بتاعت ناس كانوا حاطينها هنا، ما فيش الا هي الدكه دي اللي كان بيقعد عليها على طول. هو اتولد في حي المغربلين في القاهرة، وفقد بصره وهو صغير جدا تقريبا في سن الثانية من عمره. بدأ حفظ القرآن الكريم في سن 5 سنوات، ويعني هو التحق بالكتاب هنا بملحق مسجد فاضل باشا بدرب الجماميز، احنا هنا في السيدة زينب، وكان معلمه الأول الشيخ محمد حميدة. ويعني كمان درس علم القراءات والتجويد على ايد الشيخ عبد الفتاح هنيدي، صاحب يعني يقال انه صاحب اعلى سند في وقته، ونال يعني طبعا الاجر والثواب الكبير على ان هو طبعا كان مع الشيخ محمد رفعت. ده المنبر اللي كان بيقرا عليه الشيخ محمد رفعت رحمه الله عليه. بالمناسبه كان يعني راح يعني يسال وياخد افتى من شيخ الازهر وقتها محمد الاحمدي الزواهري، لما طلبوا منه انه يفتتح بس الاذاعه المصريه، والشيخ محمد الاحمدي الزواهري اداله يعني السماح بده وقال له ان ده جائز طبعا، وان اذاعه القران الكريم ده شيء طبعا يعني يفخر به المسلمين. هنا احنا هو جوه الجامع تقريبا في يافطه لمواعيد الدروس، ولازال الجامع طبعا بيحتفظ ب شكل ورونق يعني عريق جدا. يمكن هو مش من الجوامع المشهوره زي مسجد احمد بن طولون وعمرو بن العاص والمساجد الكبيره او المشهوره على المستوى العامه، ولكن هنا في السيده زينب الناس عارفينه كويس، الناس كانت بتيجي للشيخ محمد رفعت.
صاحب طبعا اسلوب فريد جدا وبصمه مش هتتكرر في تلاوه القران. كان بيقرا القران بتدبر وخشوع كبير جدا، وكان بيهتم ايضا بمخارج الحروف يعني بشكل كبير جدا، وكان يعني مميز قوي في القصة دي. في ناس يقال ان هي تأثرت جدا بالشيخ محمد رفعت وبتلاوته، مثل يعني امثال الشيخ ابو العينين شعيشة قال ان هو يعني من يعني كان من محبين الشيخ محمد رفعت، وانه اتأثر بيه جدا في حياته وفي شغله. كمان الشيخ محمد رشاد الشريف مقرئ المسجد الأقصى، يعني يمكن ده من أشد المتأثرين بالشيخ محمد رفعت.